السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اسمي محمود، أنا معلم أدرس اللغة العربية والقرآن للطلاب عبر الإنترنت. لو أنت تريد أن تدرس معي اللغة العربية أو القرآن، يمكن أن تراسلني عبر هذا البريد الإلكتروني أستاذ محمود 184@gmail.com. Assalamu alaikum guys, how are you? My name is Mahmoud, I am Arabic language tutor. I teach Quran and Arabic to non-native speakers, so if you would like to take a listen with me, you can email me here at ustazmahmoud184@gmail.com. درس اليوم يا شباب عن المعرب والمبني من الأسماء. درس اليوم يعني المعرب والمبني من الأسماء. المعرب والمبني من الأسماء. ولكي نفهم هذا الدرس، لابد أن نأخذ بعض الأمثلة حتى نفهم بعض الأمثلة التوضيحية. انظر في الأول: محمد نشيط. إن محمدا نشيط. سلمت على محمد. انظر هنا في محمد، هنا الحركات يا شباب تغيرت: محمد، محمدا، محمد. لماذا هنا مبتدأ وهنا محمدا؟ هنا اسم إن، وهنا محمد هنا اسم مجرور، صحيح؟ حسنا، هيا ننظر هنا: هؤلاء طلاب. إن هؤلاء طلاب. سلمت على هؤلاء طلاب. إن هؤلاء طلاب. سلمت على هؤلاء. انظروا يا شباب، هنا في كلمة هؤلاء الحركة واحدة فقط، الكسرة: هؤلاء. وهنا مكانه مبتدأ، وهنا مكانه اسم إن، وهنا مكانه اسم مجرور. لكن هنا محمد. هنا الحركات تغيرت، لكن هنا الحركات لم تتغير، بل هي حركة واحدة: هؤلاء. هذا شاب اسمه المعرب والمبني. هيا نأخذ أولا الإعراب والبناء. ما معنى الإعراب أو ما هو الإعراب؟ الإعراب هو كلمة تتغير في آخرها حركات الإعراب حسب موقعها في الجملة. كلمة تتغير في الآخر حركات الإعراب، مثل محمد، محمدا، محمد. هنا تتغير الحركات حسب موقعها في الجملة، يعني حسب موقعها في الجملة. هنا مبتدأ أو اسم إن أو اسم كان أو مفعول به أو فاعل أو أي شيء حسب موقعها في الجملة، موقعها الإعرابي. طيب، أين يكون الإعراب؟ الإعراب يا شباب يدخل الاسم ويدخل الفعل، فعل المضارع. الإعراب يكون في الاسم وفي الفعل المضارع فقط. تمام، إذا الإعراب أو يعني الحركات تتغير في الاسم وفي الفعل المضارع. طيب، ما هو البناء؟ البناء كلمة لا تتغير في آخرها حركات الإعراب، بل تلزم حركة واحدة. يعني هذا العكس، كلمة لا تتغير في الآخر، لا تتغير، بل تلزم حركة واحدة، تأخذ حركة واحدة. طيب، أين يكون البناء يا شباب؟ البناء يكون في الاسم والفعل والحرف. البناء يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، لكن الإعراب في الاسم والفعل المضارع. حسناً، طيب ما هو الاسم المعرب؟ اليوم سنتحدث عن الاسم المعرب والاسم المبني. طيب، ما هو الاسم المعرب؟
الاسم المعرب اسم تتغير في آخره حركات الإعراب حسب موقعه في الجملة. يعني أخذنا مثالا في الأمثلة الماضية: محمد نشيط، إن محمدا نشيط، سلمت على محمد. كلمة محمد يا شباب هذا في المثال الأول هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب وفي المثال الثاني محمدا هنا الحركة تغيرت، لماذا هو اسم معرب؟ فهذا أقول عليه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب وفي المثال الأخير محمد هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن الحركات تتغير يا شباب حسب موقع الكلمة في الجملة، الحركات تتغير حسب موقع الكلمة في الجملة بالنسبة للاسم المعرب. طيب الاسم المبني، ما هو الاسم المبني؟ أو أولا حالات الإعراب، معذرة، حالات الإعراب الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامته الأصلية الفتحة، والجر وعلامته الأصلية الكسرة، الجزم وعلامته الأصلية السكون. هذه حالات الإعراب، يعني عندما أكون مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم هكذا يكون الاسم معرب أو الفعل معرب هكذا، تمام؟ طيب هيا ننظر الاسم المبني، ما هو الاسم المبني؟ الاسم المبني اسم لا تتغير في آخره حركات الإعراب بل يلزم حركة واحدة، هو يأخذ حركة واحدة فقط يا شباب، كما في الأمثلة التي أخذناها في أول الدرس. مثال: هؤلاء طلاب، إن هؤلاء طلاب، سلمت على هؤلاء. هؤلاء طلاب في المثال الأول هذا يا شاب هذا اسم مبني، أقول اسم مبني على الكسر لأنها في آخره كسر هكذا كما ترون، هؤلاء، ومكانه هنا في الجملة مبتدأ. طيب يا أستاذ لو أنا أقول مبتدأ مرفوع هذا سيكون خطأ، لماذا؟ لأنه اسم مبني، هو اسم مبني، لا يمكن أن أقول عليه مبتدأ مرفوع في الأول هكذا، لا، عند الإعراب يجب أن أذكر أولا اسم مبني على الكسر مكانه مبتدأ. طب وفي المثال الثاني ها إن هؤلاء، أيضا اسم مبني على الكسر مكانه اسم إن، مكانه في الجملة اسم إن. طيب وفي المثال الأخير اسم مبني على الكسر مكانه في الجملة اسم مجرور، مكانه في الجملة اسم مجرور. إذن في الأسماء المبنية أنا يا شباب يجب أن أذكر أولا هذا اسم ومبني على ماذا؟ مبني على كذا، مبني على الكسر أو مبني على الضم على حسب ما في آخر الكلمة، على حسب ما في آخر الكلمة. طيب هيا ننظر ما هي الأسماء المبنية حتى نعرف، أنا أريد أن أعرف يا أستاذ كيف هذا يكون هذا الاسم معربا أو كيف يكون هذا الاسم مبنيا. ما هي الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية أولا يوجد عندي الضمير يا شباب، الضمير من الأسماء المبنية، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، هذا كله ضمير سواء كان الضمير متصلا أو منفصلا، تمام يا شباب، يعني سواء كان الضمير متصلا أو منفصلا كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية. ماذا أيضا؟ أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء فقط، هذا، هذه، هؤلاء ما عدا هذان وهاتان فهما معربتان، يعني هذان وهاتان معربتان ليس من الأسماء المبنية، هما تأخذان إعراب المثنى يا شباب، تأخذان إعراب المثنى يعني يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء لأننا نقول هذين وهاتين، تمام. إذن هذه ليست من الأسماء المبنية، هذان وهاتان. طيب ماذا أيضا؟ الأسماء الموصولة، الذي، التي، الذين، اللاتي، ما عدا،
اللذان واللتان فهما معربتان كذلك. يعني اللذان واللتان ليست من الأسماء المبنية، تمام؟ لماذا؟ لأننا نقول اللذين واللتين فهما معربتان، تمام يا شباب؟ إذا يوجد عندي الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصول، ماذا أيضا؟ أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام يعني السؤال، من، متى، كيف، أين، كم، ما، كل هذه أسماء الاستفهام، ما عدا أي فهي معربة، ما عدا أي فهي معربة. طيب أسماء الشرط، من، مهما، متى، أين، إذا، كيفما، ما، يعني أسماء الشرط يعني هذا فعل الشرط يا شباب، إذا فعل الشرط وجواب الشرط كما سندرس إن شاء الله، من، مهما، متى، أين، مثل أسماء الاستفهام، يعني أسماء الشرط تقريبا مثل أسماء الاستفهام، تمام؟ هذه أيضا هذه الأسماء مبنية. بعض الظروف، بعض الظروف، ليس كل الظروف يا شباب، الآن، أمس، حيث، بين، كل هذه الظروف مبنية. طيب وآخر شيء الأعداد المركبة، الأعداد المركبة، ما معنى الأعداد المركبة؟ يعني يا شباب الأعداد من 11 إلى 19، الأعداد من 11 إلى 19 هذه الأعداد مبنية، ما عدا 12، ما عدا هذا العدد فهو معرب. لماذا؟ لأننا نقول في بعض الأوقات 12 ويأخذ إعراب المثنى، ويأخذ إعراب المثنى، لكن 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 هذه الأعداد مبنية، تمام؟ وكيف مبنية يا أستاذ؟ يعني نقول مبنية على فتح الجزئين، فتح الجزئين، يعني هذا الجزء مبني وهذا الجزء أيضا، 11، 13، 14. إذا يا شباب هذه هي الأسماء المبنية، الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، بعض الظروف، الأعداد المركبة. وسوف نأخذ الآن مرة ثانية الأسماء المبنية، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، بعض الظروف، والعدد المركب، العدد المركب الذي هو من 11 إلى 19. طيب حالات البناء، حالات البناء، وهذا مهم يا شباب. عندي يا شباب البناء على الضم، البناء على الضم، انظر آخر الكلمة، انظر آخر الكلمة ماذا يوجد في آخرها، يعني كلمة نحن وحيث، هاتان كلمتان مبنيتان على الضم. طيب البناء على الفتح مثل كلمة أنت أو الآن، هذه الأسماء، هذه الأسماء مبنية على الفتح، آخرها فتح. طيب أو البناء على الكسر، أنت أو هذه، هذه الأسماء مبنية على الكسر. أو البناء على السكون مثل هم أو هذا، تمام؟ يعني هذا أنا أقول عليه هذا اسم مبني على الضم، اسم مبني على الفتح، اسم مبني على الكسر، اسم مبني على السكون. هيا نأخذ تدريبا يا شباب. أنتم اللاتي، صديق، هذان، 5، 19، أمس، من، مكتب. بين المعرب والمبني فيما يلي مع بيان السبب. بين المعرب والمبني فيما يلي مع بيان السبب، يعني اكتب هنا او تقول اي من هذه الاسماء مبنية ولماذا، واي من الاسماء معربة ولماذا. يعني مثلا انتم، هذا اسمه مبني او معرب؟ نعم هذا مبني. لماذا؟ لأنه ضمير، هو ضمير، أو لأنه من الضمائر. طيب اللاتي، نعم مبني. لماذا؟
لأنه من الأسماء الموصولة أو لأنه اسم موصول. طب هذان أو صديق، آسف، هذا معرب صحيح. لماذا؟ لأنه ليس من الأسماء المبنية، يعني هو ليس من الضمائر، ليس من أسماء الإشارة أو الموصولة أو أسماء الاستفهام أو العدد المركب، هكذا ليس من هذه الأسماء. طب هذان، نعم هذا معرب، نحن قلنا أسماء الإشارة هذا هذه هؤلاء فقط، هو معرب ليس من الأسماء المبنية. طب خمسة أيضا معرب، ليس من الأسماء المبنية، نحن قلنا فقط العدد المركب من 11 إلى 19. طيب 19 نعم هو مبني، تمام، لأنه عدد مركب. أمسي، نعم مبني، نقول أمسي لا نقول أمسى وأمس، لا نقول هذا لأنه ظرف. من مبني، لماذا؟ لأنه اسم استفهام أو اسم شرط، نعم. طب مكتب، نعم معرب لأنه ليس من الأسماء المبنية، ليس من الأسماء المبنية. الآن يا شباب سنأخذ إعرابا، ننظر كيف نعرب الأسماء المبنية. طيب يعني مثلا استخرج الاسم المبني وبين علامة بنائه وموقعه في الجملة. يعني إذا هو يريد الاسم المبني وعلامة البناء وموقعه في الجملة، موقعه ماذا؟ ما مكانه في الجملة. يعني مثلا هنا في المثال الأول نحن، هذا هو الاسم المبني، تمام. على ما بني هنا؟ اسم مبني على الضم، يجب أن أكتب هذا أولا. طيب ما موقعه في الجملة؟ مكانه في الجملة في ماذا؟ مبتدأ. هكذا نفعل الإعراب، هكذا نفعل الإعراب. طيب في المثال الثاني هؤلاء اسم مبني ها على الكسر، نعم آخره كسرة، مكانه في الجملة اسم إن، نعم صحيح اسم إن. طيب جاء 11 طالبا، نحن نعرب 11 كلها هكذا، نقول اسم مبني على الفتح أو على فتح الجزئين، على فتح الجزئين، مكانه في الجملة فاعل، مكانه في الجملة فاعل. طب قرأت الذي كتبته، أين الاسم مبني؟ الذي مبني على السكون، السكون، الياء هذه يا شباب عليها سكون، هي مبنية على السكون ليس الكسر، السكون، مكانه في الجملة مفعول به، تمام يا شباب. هذا هو المعرب، هذا هو المعرب والمبني. أرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس، إذا كان هناك من أسئلة أرجو أن تكتبوها وأنا سأجيبها عليكم إن كنت حيا إن شاء الله، وإن كنت ميتا أرجو أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.